في كلب الفولاس. نعم، يعني حتى نفرق عن السيجموند فالفولاس شلون أو نفرقه؟ السباينات، أول شيء السايت مالته، يعني هذا يكون الساينات اللي عندي، إنه هو عندي ليفر أوفرلي ساين اللي هو ساعد يغطي اكسلنت لجزء من الليفر، اكسلنت. وإنه أي والأورينتيشن مال اللور يعني يكون توارد ذا سيجمويد، وإنه ما بيها هوسترا يعني العفو السيكم يكون بي هوسترا، وهي الكوفي بين ساين هي مال السيجمويد، يعني هي هاي علامات تتفرق ليها عن اللاي، وبالإضافة إنه ماكو اير بالركتام، فهم صح. أنا تفرقها عن ال بس شنو دا تشوفين بعد بالسكانوغرام هذا؟ احنا قلنا دائما نشوف اني اكس راي فيلم، يو هاف نعم تو لوك فور ذا كورنر مال فيلم، لوك فور ذا اني اذر باثولوجي. اكو دا تشوفين اذر ابنورماليتيز بهذا الفيلم؟ بارتيكولارلي عمره 70 وانطاك هيستوري هو مال كوفيد. يعني يمد دا أشوف السمول باول مدفوعة لاترالي هي بسبب إنه هذا اللوب، على اللور لانج ها اللور لانج أكو بيها شادوينج، وأكو نيومو بريتونيوم عندي، أكو نيومو بريتونيوم أي مو أكو هذا بالرايت سايد، أكو فديكريسنت شيب إير شادو فوق الليفر، رحت بعيد. لا اعتقد هذا مو within the peritoneum، هو بالبيز اوف ذا لانج، بس بالبيز اكو شادو، يعني اكو شادو مال كونسوليديشن كانه صحيح، يعني نشوفه بالسي تي اكثر. نعم بايلاترال شادو بايلاترال بيزال كونسوليديشن مو صحيح، بايلاترال بيزال كلش واضح، هو بالبوستيريور شو اسمه سالكاي موجوده، لانه نعم بدوم اكو الكونسوليديشن. بعد شنو اللي يجذب انتباهك بهذه البيشنت اذا هو ما انطاك العمر مالتها؟ مجرد جابوا لك هذا الفيلم اكو اوستيوبينيا، يعني البون كل الدنسيتي مالته اقل. از ذس سيجنيفيكانت بهيك ايج؟ لا، يعني هو مال ايجينج بروسس، ايجينج بروسس، بس هم وان هاف تو اكسكلود اذر causes or diffuse osteopenia، مو صحيح؟ نعم. مثل المالتيبل مايلوما او هذه، لانه شوفوا تقريبا يعني hardly البون hardly seen، زين؟ بس البنسلينج مالتي الكورتيسز نقدر نشوفها، الباقي كليته almost similar to the soft tissue density، يعني الصوره كلها هذه، يعني هاي من الاشياء اللي واحد همين يخليها بباله، انه تباوحين انت على باقي. مشينا على هذه، خلي تحكي لنا على خلينا نشوف السي تي. يعني هي هاي الديستندد سيجمنت مال الباول، صحيح انتيريور اللي طبعا نعم صايره يعني بيريفري اي بالانتيريور بارت، وهاي اكو شويه بها هنا اير فلويد ليفل، صحيح. هند ممكن تخليني توكسيك كي ديفرنشال دايجنوستيك توكسيك دايليتيشن اوف ذا كولون؟ التوكسيك انفولف، يعني احنا نقيسه بالترانسفيرس كولون، اي صحيح، واي يعني احنا هذا ماخذ جوال ديسندينج بالضبط. وعندما السيكم ده تشوفين بي فيكال ماتيريال، اي نعم هذا زين، يعني اكو السيجمنت هنا زينه والدايمتر مالتها اوكي مو دايليتد، اذا الترانسفيرز والسيك والاسندينج هاي اوكي صحيح. اقدر اخلي كلوز لوب، العفو كلوز لوب ابستراكشن، كلوز لوب ابستراكشن اي شنو هذا؟ يعني اللي يصير obstruction يعني بمكان واحد من الباول، اللي هي يعني هي هم إن هي هم تايب من الفالفيولاس، small or large the closed loop. هي تصير بال small عادة من تصير ديتش internal hernia أو فشي، بس هذا typical مال شو اسمه، أولا بال periphery مو central، حتى واحد يقول small bowel،
السيكم الاسندنج الترانسفيرس كولون ما بيمشي كل الفيتشرز اكو اذر فايندينج بعد بالسي تي طبعا مينيمال فلويد جاز فلويد ليفلز شفناه هو بالدايركت قليله هو ما يصير بي بالديستالي يعني بالركتم ماكو عندي صحيح اكو بعد اذر فايندينجز امشي على كيفك اسعد خلي اسعدك طبعا هذا الرينال سيست موجود بالليفت كيدني بالليفت كيدني واكو كالسيفيكيشن بالوال مال ايورتا هم يعني مال اثيروسكلوراسيس بالضبط اي كيدني شلون هن الكيدني الرايت سمول ان سايز صحيح الرايت سمول كانما سكار كيدني والثين كورتكس وهاي بيها سيست نعم صحيح زين اسعدنا على التشيست مطلعي التشيست طبعا هو السكشن كلش صغير يعني بالتشيست طالع بس هذا هاي الجود براكتس خليه على اللانج اذا نحاول على اللانج ويندو الجود براكتس هسه هو الجود براكتس بالسي تي اوف ذا ابدومين انه انفولفينج بارتيكولار وذ ذا ذس بانديميك اوف كوفيد وان هاف تو انكلود اللور ثيرد اوف ذا تشيست بالابدومينال سي تي وكل شيء وايد نلقي طبعا هل ده تشوفين هسه هذه اي نعم ده اشوف دكتور جراوند كلاس اوباسيتي انفولفنج باي لاترال لور فيلد زين هسه بغض النظر عن الكوفيد والهذه كان هو هذا البيشنت يحتاج الى سي تي سكان هو اذا يعني لا دكتورة هندي اكو عندي هاي دكتور هم من الورال ساين اوف زنتريك فالفولاس حسب هذا السكشن طالعه اي وينها اي صحيح لا شوي اسال اي هذه اي هنا اي استاذ اذا هو عنده هو يعني هو يعاني من باول اوبستراكشن فاحنا يعني نسوي له سي تي ليش to exclude external obstruction إذا أكو cause إذا أكو mass إذا أكو يعني هاي المريضة ما كانت تفض بالبلين فيلم لا بالبلين تفض أي على يعني على الصورة الأولى هي يعني هي diagnostic هذه مال sigmoid valvulus مو صحيح أي يعني نعم. يعني هو هسه بالنسبة لها ياه الأهم الكوفيد لما نحن اكتشفنا عندها كوفيد لو للتس هذا السيجمويد فالفولاس السيجمويد يعني هو امرجنت ها السيجمويد هي امرجنت يعني امرجنسي مو صحيح نعم اي نعم امرجنسي اللي هي تفض بالبلين ابدومينال اكس راي وهذه بغض النظر عن الكوفيد وهذه زين اكو بعد ترانزيشنال زون شفتي لا دكتور انزل شوية هذا هذا قلت عليه سورل هو هذا الترانزيشنال زون هذا الترانزيشنال اي يعني هي المكان مال الفالفيولاس اي نعم هذا التيبرينج على الرايت سايدي هذا دي الشره اي يعني هو هذا التيبرينج يمشي بعد شويه ستلقي فيري نارو اذا هذا الترانزيشن زون اللي هو مالت المكان اللي صاير بيه شكرا هنا اكو من ديجنراتيف تشينجز او اي تشينجز طبعا بالفيرتبري اوكي احكي لنا بابا دكتور عقب على الكيس حتى ننهي نعم استاذ هاي الكيس كانت داخله بالباطنيه كانت بالطوارئ خابروني قالوا صارت اكيوت ابدومينال ديستنشن وذ اكيوت ابدومين اكيوت ابدومينال بين فلو تسوي لنا فاست فرحت سويت لها الفاست حقيقه الفاست كان نيجاتيف ما شفت عندها فري فلويد بس كان كلش ديفيكلت لانه الاير كان ايلزوير ان ذا بودي فالمقيمة القدمة مالت الجراحة جتي قلت لها دكتورة هو الفاست نيجاتيف لكن انه بيتر انه نسوي له فردر اسسمنت حتى نشوف شنو هذا الكوز مال الاير الانسايد ذا ابدومين فقالت والله دكتور اسمح لي عقبه دكتور عقبه اسمح لي يعني انت من تقول الفاست نيجاتيف هسه انا بس اريدك توصف لي بالاترا ساوند هيك كيس تشوف
ما اريد اني فلويد وهذه ما اريد فلويد وش اسمه يعني هو استاذ راح نشوف شوف هسه انت من تخلي البروب مع الالتراساوند لايك ذس كيس شو شوف دكتور راح اشوف انه هيوج ابدومينال ديستنشن يعني هيوج هيوج باول لوبس ديستندد وذ اير الاير راح يكون عندنا فد ايكوجينيك فوستاي وذ بوستيريور اكوستيك انهانسمنت اللي يسموه ديرتي شادو ما راح يكون الشادو الاعتيادي والاندرلاينج ستراكشرز راح تكون ريليتيفلي اوبسكيورد هو هاي النقطه انه انت دول من يجوك الالدرلي ويا الجازي ابدومين والهادي انت hardly to see the abdominal other abdominal viscera يعني منين ما تخلي البروب منين ما تخلي البروب ما تحصل صوره بأحد فلذلك حرفيا حرفيا انا بالفاست يعني شفت الرايت لوب مال الليفر لان جيته كورونال وشفت يعني مورسن جاست يعني الليفت لوب ما بين يمي السبلين ما كان كلش كلير عندي بس شفت الليفت كدني ولهذا قلت لها دكتورة الفاست يعني ريلاتيفلي نيجاتيف بس يعني أنا ما أقدر أحلف لك 100% لأن بقية الألمنتس مال الفاست ما قدرت أشوفها يعني حقيقة فقالت لي دكتور بيش تنصحنا قلت لها أنصحت بأكس راي قالت والله الأكس راي بيها تكنيكال إيشو مال ريزوليوشن قلت لها لعد كونسيدر سي تي سكان لأن البيشنت أكوت أبدومينال ديستنشن وكانت تندر أبدومين بحيث وين من أخلي للبروب يطلع عندها بين بالضبط هو هذا اللي يعني دا أقوله يعني هواي من الالدر اللي يجونه عنده لارج بول أوبسكشن أو سيجمويد فالفولس أو سيكال فالفولس بالعكس انت هذا الغاز وذن دي لارج بول وهاي والأبسكيور أبسكيور الفيجواليزيشن يعني يصعب الفحص راح يكون كلش أصلا ديفيكالت عليك كأتراساوند زين عندي سؤال إليك عقبة شنو الأشياء اللي دورتها بالفاست من دزولك فاست هذا طبعا سؤال للجميع ومهم دائما ينذكر أنت دزولك كاتبين بالريكوست فور فاست شنو الأشياء اللي فحصتها أستاذ هو الفاست يعتمد الكيس إذا كانت in a context of a trauma or it's a medical case عادة الميديكال كيس ندور just for free fluid فندور بالأربع مناطق المشهورة عندنا اللي هي المورسن باوتش with fanning والpericardial region والsplenorenal والpelvic لكن إذا البيشنت إجانا وعنده history مال تروما هنا الفاست راح يكون شوية expanded وأدور على evidence of any organ injury بالجديد هسعته عندنا الاكستندد فاست فور ذا ديتكشن اوف ذا نيمو ثوراكس فنحن بعد حسب الكونتكست اللي اني بيه الكيس هي بروفد انه هي ميديكال كيس مسويها تشيست اكس راي ما طلعت لي تشيست حقيقه فاكتفيت بس بالابدومن جاست فور فلويد اكسلنت بالضبط هو هذا اللي اني اريد اتوصل لباقي الطلبه لانه اكثريتكم تلزمون طوارئ انه الفاست هو مو بس والله ادور لي اني بالبلفيس دائم الموريسن باوتش ادور لي على فلويد على فري فلويد لا حتى للبريكارديوم من تخلي البروب قد ابيغاسيك ريجين وذ كيفاليك انجوليشن جين توورز ذا هيد يو لوك فور ذا بريكارديوم ياما البريكارديوم از فيري امبورتنت وطبعا التروما بيشنت ذاك مثل ما تفضل دكتور عقبال دور على اللاسيريشن تسوي جريدينج رينال سيبلينيك ليفر اني كولكشن بالابدومين بالسابفرينيك وهكذا فمو فقط اكو ناس فاهمته بالذات جماعة الجراحة والجسمه انه هو بس يدور على فري فلويد بالبيلفيس وهاي هي فالفاست الى قوانينه والى هذه اوكي تفضل كمل اي نعم فاستاذ انا ما راح اضيف شيء حقيقه على الاكس راي لان ما شاء الله فصلتوها عندي بس ملاحظه واحده انه هنا اذا نلاحظ السكانوجرام هو عاده السيجمويد فولفولاس وان اوف يعني الغالبيه من البيشنت يجون وذ كرونيك كونستيبيشن فهنا عندنا ايفيدنس مال كرونيك كونستيبيشن انه ويل فورمد بيسز سين ان ذا ترانسفيرس كولون and together with the ascending colon فهي هم تنطينا كلو على انه هي هاي الكيس عندها chronic constipation which is a major risk factor for sigmoid volvulus عندنا بس يعني التوك بسيط ان شاء الله اقل من 10 دقائق اذا تحبون نكمل تفضل تفضل او
اوكي سيجمويد فولفولاس كلمه فولفولاس اتس ا لاتين وورد اتس تو تويست او ريفرس تو تويست فولفولاس البلورال فورم مالتها مالتها از اكولي which is a twisting of a loop of intestine around its mesenteric attachment site. عادةً الفولفولاس بالجي اي تي occurs at four main regions اللي هي most commonly بالستيغمويد and then cecal region وبعدين تجينا الستومك والمدغت فولفولاس. الستيغمويد فولفولاس is by far the most common form of جي اي فولفولاس to represent about 60% of intestinal volvulus. It represents about 8% of intestinal obstruction. Most commonly يصير بالelderly patients. يعني عادة يقولون فوق الستين. الجماعة يقولون فوق الخمسين بس أغلب الروايات بيقول اللي فوق الستين debilitated patients عادة. أو with a neurological impairment. يعني مثلاً Parkinson disease, myasthenia gravis, etc. Patient almost always have history of a chronic constipation. Some facts, it's an emergency condition. It carries a high mortality rate. It's about 25%. The luminal obstruction generally occurs at 180 and the venous occlusion occurs at 360 degrees, which may predispose to gangrene and perforation. Pathophysiology, it's a long mesentery, يعني السيجمويد long, المسنتري مالته راح يكون long, redundant mesentery. عادة هذا redundancy راح يكون with increasing age due to many risk factors. Most important one is the chronic constipation and high fiber diet. Clinically, the patient احتمال يجينا بacute abdominal distension as our patient, colic abdominal pain, also seen in our patient, absolute constipation, failure to pass flatus and stool. طبعا هاي هم كانت موجودة بالمريضة مالتنا لكن vomiting ما كان موجود. Distension may compromise cardiorespiratory function. With physical examination, راح نشوف tympanic abdomen with plus abdominal distension. The diagnosis مالتنا عندنا الميجر diagnosis يعني الميجر بالنسبة للsigmoid volvulus الميجر diagnostic tool هي الabdominal X-ray ومثل ما تفضلوا الأساتذة إنه هي كانت كلش كافية to establish the diagnosis لكن للأسف ما كانت available at that time بالemergency. راح نشوف بيها مثل ما تفضلت loss of high saturation and coffee bean sign. هو يقول لك عادة إن السيجمويد فولفولاس التيب مالته راح تكون to the right upper quadrant وهو هذا اليوجوال فورم لكن نحن الفولفولاس اللي عندنا فد شيء كلش كبير بحيث انه صاير بي ديفيشن to the subdiaphragmatic region bilaterally فهو مو هذا اليوجوال فورم لكن هذا لانه صاير بي على بالك فد مالد روتيشن لانه كلش كبير مع هذا هي مو سنسيتيف ساين بحيث لكن والسيكال فولفولاس اللي هو الموست يعني كلوزست ديفرنشال دايجنوستس راح يكون باتجاه الليفت ابر كوادرنت لكن ايضا مو هذا سنسيتيف ساين ابسنت ريكتال غاز سين ان اور بيشنت. الفورث ساين اللي هي الليفر اوفرلاب ساين طبعا هذا اول صورتين هي للويب كيس والصوره الثالثه هي للمريضه مالتنا اذا نلاحظ انه الشادو مال مال الديستندد لوب اوفرلاي يعني لايز لاينج اوفرلاي اوفرلاي ذا ليفر شادو اون اكس راي كلش ايفيدنت باللاترال فيو. عندنا هاي الساين حقيقه قريتها بالجديد قالوا هاي ضايف فيها جديده هسه بس هي طلعت من 99 شفتها بالريديو في تقول هايلي سبيسيفيك يعني اول مره اقراها حقيقه يسموها النذر اكسبوجر ساين. اذا تلاحظون هنا هي نفس هاي المريضه مالتنا وهو نفس هذا الفيلم مالتنا سويت تريسنج لل لارج كولون هذا الترانسفيرس كولون هاي هي السبلينيك فليكشر. اذا تلاحظون انه الدوم مالت الديستندد لوب صايره فوق الترانسفيرس كولون فهو يقول لك اون سوباين ابدومينال راديوغراف ذا ابيكس اوف سيجمويد كولون از سين كرانيال تو ذا ترانسفيرس كولون هنا باي فار كرانيال. الحلو بها انه حسب ما يذكر بالدراسه مالته المنشوره بالباب ميت واللي ابو الراديوفيديا ما ذاكر النسبه بس ذاكر انه هو هايلي سبيسيفيك بس الابو الباب ميت قال السنسيتيف مالته 86 86 والسبيسيفيتي 100% فمعناها فشيء يعتد به انه هي السبيسيفيتي مالته 100% بمعنى انه هذا عيدة مره ثانيه انه هذا الدايليتد لوب التيب مالته فوق الترانسفيرس كولون الصغير اي واحده من يخليها بباله. الفلوروسكوبي تقريبا هسعته ما حد يشتغل على هذا الفحص نشوف انه هنا سنجل كونتراست انما انجكتد راح نشوف تطلع النهايه اللي يسموها البيرد بيك ساين واللي هي ريبريزنتنج ذا ترانزيشنال زون. الدايجنوسيس سوري السي تي سكان السي تي سكان مهم انه هو تو ديتكت كومبليكيشن بالاضافه الى انه تو كونفيرم ذا دايجنوسيس. فايش راح نشوف بيه انه لارج فيلد لوب لكن هاوس ترافورمينج كلوز لوب اوبستراكشن الويرل ساين مثل ما شفناها والبيرد بيك ساين
مهم انه سي تي سكان ان ذا اسسمنت اوف ميورال اسكيميا موست كومن كومبليكيشن اوف سيجمويد فولفولوس از most important complication of sigmoid volvulus is bowel wall ischemia. How to assess by contrast CT scan. هذا ال well sign مثل ما هاي نفس المريضة مالتنا يعني المريضة مالتنا فصحناها كم ساين طلعت بيها على short clip. لنلاحظ هاي ال well مالتها هاي ال well يعني اللي هي دوامة مالتنا. Complications bowel ischemia perforation is by far the most common complications. The most important complications. A long-term complication, مثلاً احتمال يصير عندنا risk of recurrence خاصة إذا ما سووا له sigmoid colopexy and complication from stoma إذا patient سووا له surgery. The differential diagnosis عندنا two main differential diagnoses أهمها اللي هو cecal volvulus and mechanical bowel obstruction. هاي فد يعني أعتذر إنه ما لقيت في الجدول يجمعهم بصورة أوضح بس يعني ينقري. إنه يقول لك إنه السيجمويد فولفولاس عادة يصير بالأدفانسد إيج مور ذان 60 years في حين إنه السيكال فولفولاس يصير بال 30 إلى 60 years فهو إن ينجر إيج جروب. الليجن أوكيوبايد بالنسبة للوكيشن مثل ما قلنا بالرايت أبر كوادرانت يعني هو يبدأ من الليفت ويطلع للرايت أبر هذا بالنسبة للسيجمويد في حين إنه السيكال فولفولاس احتمال يكون بالليفت موجود احتمال يكون بالأبدومن احتمال يكون أصلا بالكلبك ريجن رايح للليفت سايد. No house structure موجودة بالسيجمويد فولفولاس هاي by definition يعني of sigmoid and cecal anatomy والhouse structure موجودة بالcecal فولفولاس وبالنسبة للbowel dilatation راح تكون proximally dilated in case of sigmoid فولفولاس بالنسبة للlarge bowel obstruction large bowel obstruction اللي هو يعني هو مهم لأنه لازم نعرف بي إذا أكو في الكلوع الميكانيكال obstruction أو لا يعني عندنا مثلا هاي الكيس هنا عندنا clear cut of the air column موجود at the region of the descending and the sigmoid colon بالجنكشن مالتهم صار عندنا clear cut off بالair with the proximal dilatation of the ascending descending and transverse colon هذا mechanical bowel obstruction proved by surgery and it's removed. يبقى لنا second differential diagnosis اللي هو ايضا كلش مهم وهو كلش مزعج حقيقه اللي هو colonic pseudo obstruction والاوغلي في سيندروم يسموه هذا كلش نحس يعني لانه ينطينا صوره كلش قريبه من الصوره مال السيجمويد فولفولاس والمشكله مالته حتى الايج اوف بريزنتيشن مور ذان 60 بيشنت يكون ديبليتيتد هافينج ريسك فاكتور تروما بيرن ريسنت سيرجري دي ام اكسترا فهو قريب جدا من السيجمويد فولفولاس لكن المشكله به يعني اكو يعني المشكله به انه بالاكس راي راح يكون يعني يقول يو كانوت ديفرنشيات اذا لاحظ مثلا هاي الاكس راي وي كانوت ديفرنشيات يعني هذا كلش وارد انه نقول هذا سيجمويد فولفولاس لكن السي تي سكان راح يكون قاطع بهاي المساله انه راح يلقى لنا انه فد اريا اوف ترانزيشن تكون ابربت موجوده بالسيجمويد لكن هنا ماكو ابربت اريا اوف ترانزيشن ميكانيكال كوز ما موجوده هنا بالكولونيك سودو ابستراكشن يعني اعيدها مره ثانيه بالسيجمويد فولفولاس بالسي تي سكان نحن عندنا فد زون اوف ترانزيشن اللي شفناها تكون ابربت لكن بالسودو ابستراكشن او الاوغلي في سيندروم هاي الاريا اوف ترانزيشن تكون ما موجوده واذا موجوده فهي جراديوال وليست ابربت بالاضافه الى اكو نو ميكانيكال ابستراكشن فهو بوتنشيالي ليفل كونديشن ليدنج تو اكيوت كولونيك ديستنشن وذاوت اندرلاين ميكانيكال ابستراكشن الباول ساوند مالته شود نوت بي ابسنت شود نوت بي ابسنت نحن نعرف بالانتستينال ابستراكشن بالبدايه تكون اكزاجيريتد بعدين بالنهايه راح تصير ابسنت هنا شود نوت بي ابسنت احتمال تكون هاي بيشت يعني نورمال اور هاي بيشت ساوند التريتمنت والبروجنوسيس حسب ما تواصلت ويا البيرمننت مالتنا مالت هاي البيشنت قالت انه هي البيشنت السينيور قال ما راح نشتغلها حاليا وي ويل تراي وذ ذا انسرشن اوف ريكتال تيوب حسب ما فهمت من عندها انه هي صار عندها جود ريسبونس وصارت ديكومبريشن و ايفن فاست ستاتس اند موشن اون ذس كونزرفاتيف مجال فعلى اساس عندها هاليوم موعد اخر حتى يسووا لها سيجمويدوسكوبي واندوسكوبي حتى يشوفون اذا اكو فد بعد اكو ريزيدوال فولفولس يسووا لها ديتورشن واحتمال يسووا لها فيكسيشن ايضا فاللاينز مالتنا هي اندوسكوبيك ديتورشن وإذا نحتاج سيجمويد كولوبيكسي لأنه دول البيشنت عندهم هاي ريسك اوف ريكرنس خاصة إذا على الكونزرفاتيف مانجمنت تقريبا توصل ل 50% وآخر شيء أحب أذكر أنه المورتاليتي ريت 25% emergency cases وهذا ما لا يسع الطبيب الأشعة جهله it should be diagnosed immediately thank you and stay safe عاشتي